خطوة للإطاحة بنتنياهو من على كرسي الحكم. لابيد وغانتس يقودان مشاورات لتشكيل حكومة مؤقتة في إسرائيل لعقد صفقة تبادل مع حماس. فما القصة؟ في 13 من سبتمبر الحالي نشرت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية خبراً نزل كالصاعقة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ كشفت الصحيفة عن مشاورات تجري حالياً بين يائير لابيد زعيم المعارضة وقائد حزب يش عتيد وبني غانتس زعيم حزب معسكر الدولة لتشكيل حكومة بديلة لمدة 6 أشهر بهدف التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس. هذا الأمر لا يتعلق بتشكيل حكومة طوارئ أو وحدة وطنية، بل سيتم تشكيل حكومة لفترة محددة للترويج اتفاق يعيد الأسرى ويوقف الحرب مع حماس وإجراء انتخابات توافقية بعد ذلك الأمر بحسب ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية. وتأتي هذه الخطة تزامناً مع إعلان الجيش إنهاء عمليته العسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة وتفكيك لواء رفح وتدمير عدد هائل من الأنفاق في محور فيلادلفيا، وهي الخطوة التي رأتها الصحيفة أنها تهدف لإحراج نتنياهو، إذ ترى الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلم جيداً أنه حتى لو أتيحت له الفرصة لعقد صفقة تبادل مع حماس فإنه لن يتم دعمه سياسياً في الائتلاف الحالي، ولذلك فإنه من المهم تشكيل تحالف يهدف لإنهاء الحرب وعودة الأسرى إلى منازلهم قبل فوات الأوان. ولكن ما رأي الجمهور الإسرائيلي في هذا الأمر؟ هذه الخطوة جاءت تزامناً مع استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، والذي أظهر أن 56% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إنجاز صفقة تبادل للأسرى وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية، بينما عارض 22% من الشارع الإسرائيلي هذا الأمر وامتنع الباقون عن الإجابة عن هذا السؤال. فهل ينجح لابيد وغانتس بتشكيل حكومة لعقد الصفقة وإنهاء الحرب وحكم نتنياهو إلى الأبد، أم إن حلف نتنياهو أكثر صلابة مما يعتقده معارضوه؟